بدأت المسار السياسي بصفة بطريقة يعني بصفة مباشرة سنة 2007. كنت في اللائحة الوطنية لحزب التجمع الوطني الأحرار، ودخلت ولجت البرلمان، قبة البرلمان سنة 2007. من بعد تقدمت الانتخابات المحلية بصفة مباشرة سنة 2009 بمدينة الدار البيضاء. أيضا بعد ذلك تم عينيني، يعني حصل لي الشرف بأن تم تعييني من طرف صاحب الجلالة نصره الله وأيده كوزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون سنة 2013. 2015 درت انتخابات الجهوية بجهة إقليمي مواد نون، وتيسر الحمد لله، تيسرنا في النجاح آنذاك. و2016 أيضا كانت عندي تجربة أخرى انتخابية، وهي انتخابات تشريعية ل 2016. تقدمت أيضا كوكيلة لائحة في إقليميم، والحمد لله نجحنا في الانتخابات. بعد ذلك تم دخلت الحكومة السعدية العثماني ككاتبة الدولة في مكلفة بالصيد البحري. وأخيرا يعني ترشحت لرئاسة جهة إقليمي مواد نون في إطار السياق اللي كتعرفوه في يوليو 2019، واليوم أترأس مجلس جهة إقليمي مواد نون. دونك مساري الدراسي حائزة على بكالوريا في العلوم التجريبية بالدار البيضاء، وبعد ذلك قريت في المدرسة العليا للتجارة، وبعدها بالدار البيضاء. من بعد مشيت لفرنسا، قريت في تولوز حائزة على ماستر في التواصل بتولوز، وبعد ذلك ذهبت إلى إنجلترا لتحضير ما يسمى بالـ MBA، ماستر اوف بزنس ادمنستريشن، للحصول على ان MBA بجامعة هول الإنجليزية. وبعد تجربة عملية خارج أرض الوطن دخلت المغرب سنة 2003 وبدأنا العمل الحمد لله. وأنا ترعرعت في حزب التجمع الوطني الأحرار. إحنا من الناس اللي يعني الطفولة ديالي دوزتها في حزب التجمع الوطني الأحرار، بحكم أن والدي رحمه الله كان من مؤسسي حزب التجمع الوطني الأحرار. حزب التجمع الوطني الأحرار كيف ما كتعرفوا تأسس سنة 78، كان أنا ذاك الأخ أحمد عثمان هو اللي كان أسسه بمعية عدد من يعني الشخصيات المغربية، وخصوصا الشخصيات المغربية ذات أصل صحراوي من يعني الأقاليم الجنوبية. وكان حزب التجمع الوطني الأحرار من الأحزاب اللي يعني وكبت المسار السياسي للمغرب، المسار الإصلاحي، وكبت يعني مراحل تاريخية جد مهمة. بطبيعة الحال كيظهر لي كان بالنسبة لي شيء طبيعي أن أكون يعني بنت التجمع الوطني الأحرار. أولا هي جهة من تعتبر جهة من 12 جهة من المملكة، وهي باب الصحراء، تعتبر جهة من الجهات الثلاث للأقاليم الصحراوية. جهة إقليمي مواد نون هي من أكبر الجهات، يمكن أكبر جهات الجنوب على المستوى الترابي وعلى مستوى عدد الساكنة. تتكون من أربع أقاليم بطبيعة الحال: إقليم قليميم، سيدي فني أسا، وأسازاك، وطنطان. كثافة سكانية مهمة بالنسبة للأقاليم الصحراوية، لأن أكثر من 450 ألف نسمة في جهة قليميم مواد نون.
مكونات يعني أو ثروة طبيعية وثروة تاريخية مهمة لم تستغل يعني بصفة إلى حد الآن، لم تستغل بعد من أجل الدفع بالجهة نحو طريق التطور الاقتصادي وغيره. الجهة جاءت أيضا ما بين جهتين مهمتين بجوج، جاءت بين جت هي جسر ما بين جهة سوس ماسا وجهة العيون السمراء، ولذلك ولها مؤهلات كبيرة حقيقة لابد أن تستغل في المسار الصحيح. عندنا على سبيل المثال نعطيكم من ناحية البنية التحتية، فالجهات تتوفر على مطارين، مطار طنطان ومطار الدولي لإقليمين، تتوفر أيضا على مينائين، ميناء طنطان وميناء سيدي فني، تتوفر على سواحل شاطئية يعني هائلة ك طنطان شبيكة وأيضا الشط الأبيض و يعني سيدي فني، تتوفر على عندها مناظر خلابة، تتوفر على واحات، عند واحد يعني ثروة جغرافية طبيعية جد مهمة تتمثل في واحات طبيعية اللي تتواجد في الجهة، تتوفر على حامات عندها تاريخ كبير، لأن الجهة أولا لها تاريخ سياسي، لأن عدد كبير من المقاومين المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي ولا الاستعمار الإسباني هم منحدرون من الأقاليم، أقاليم جهة إقليم موادن، لذلك يعني الوطنية والنضال وحب والدفاع عن الوحدة الوطنية هم كذلك من شيمة الناس هنا في الجهة. كان أيضا تاريخ الجهة على مستوى العلاقات الدولية التي كانت تتميز، العلاقات الإقليمية نقولوا مع دول الساحل وجنوب الصحراء، لأن الجهة وخصوصا مثلا إقليميم تعتبر هي تقريبا مدينة أخت أو توأمة لمدن كمدينة تومبوكتو أو مدن أخرى في جنوب الصحراء والساحل. هناك أيضا تاريخ اقتصادي عريق، لأنه كانت تجارة آنذاك، الخطوط التجارية آنذاك أو القوافل التجارية آنذاك كانت يعني نقطة الانطلاق ديالها كانت من مدينة إقليميم إلى السنغال، مالي وغير ذلك من الدول الإفريقية الشقيقة، طبيعة الحال موريتانيا وغيرها. كان هناك سوق، ولا زال هذا السوق اللي هو سوق معروف تاريخيا، سوق محاريش، اللي كان هو سوق الجمال، كانت أكبر يعني أو كان أكبر سوق للجمال في المنطقة، كان في الجهة، ولذلك وبطبيعة الحال تتوفر على مؤهلات بشرية يعني كبيرة. عندنا عدد كبير من المثقفين من الأساتذة من الباحثين الذين يتواجدون خارج المدار الجهوي، خارج تراب الجهة، يتواجدون سواء في وسط يعني في المدن الكبرى للمغرب كالعاصمة في الرباط أو بالدار البيضاء، أو يتواجدون أيضا خارج المغرب أي بالديار الفرنسية أو الديار الإسبانية أو غيرها. ولذلك كده الحمد لله مؤهلات جد كبيرة سياسيا، الحمد لله هناك تكوين سياسي جد كبير عند الشباب وعند الناس بالجهة بصفة عامة، ونتمنى إن شاء الله أن السياسة خاصة تكون، وهذه نظريتي، السياسة خاصة تكون تشتغل من أجل الصالح العام وليس ضد الصالح العام، ولذلك لابد من أن يعني من تحضير روح المسؤولية عن جميع السياسيين، وهذا شيء عادي يقع في جميع المناطق. أولا يعني أنا بالنسبة لي سنة 2015 كانت سنة حاسمة في تاريخ المغرب، تاريخ الإصلاحات
التي قام بها المغرب، لأنه أول يعني كانت المرحلة الأولى لتنزيل الجهوية المتقدمة في صيغتها الجديدة، الصيغة التي جاء بها الدستور 2011، ولذلك هذا مكسب كبير للمغرب وللمغاربة بصفة عامة، وهو تحدي كبير للجميع، لأنه 2015 كانت سنة اللي كتفرق ما بين الماضي والحاضر، أي بمعنى أنها تعطي أولا اختصاصات جد مهمة للجهات، وتعطي بطبيعة الحال وبالتالي تعطي مسؤولية أكبر للمنتخبون. لذلك دخلنا في واحد في دخلنا لمرحلة جديدة، توازنات جديدة، رهانات جديدة، تحديات أيضا أكبر، تحديات على سياسية، لأنه هنا كي يكون دور المنتخبون يعني بارز، لأن لابد أن يكون المنتخب أيضا عند مستوى المسؤولية وغيرها، لابد أيضا أن يكون هناك تحضير المصلحة العامة دائما. وهنا بالنسبة لي كان حقيقة يعني الدافع الأساسي لخوض انتخابات 2015 كان هو المساهمة في هذه المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب، وهي مرحلة إصلاحات كبرى. بطبيعة الحال الإصلاحات تحتاج الوقت، إصلاحات لا يمكن أن يكون ما صوت عليه البرلمان المغربي في إطار الجهوية المتقدمة، القوانين التنظيمية للجهات بكل تفاصيلها لا يمكن أن ينزل بين عشية وضحاها، بل هذا كيأخذ واحد الوقت جد طويل. ولذلك التحدي الكبير اليوم في الجهوية المتقدمة هو التنزيل، هو قدرة النخب السياسية على مواكبة هذا التنزيل، هو أيضا طبيعة الحال الموارد المالية، هو العلاقة ما بين الجهة والمركز، هو اللا تمركز واللا مركزية للإدارة، يعني واحد العدد من النقط اللي تلعب دور جد مهم في إنجاح أو نتمنى إن شاء الله في إنجاح هذه التجربة على المدى الطويل. الإضافة أنا كيظهر لي هي أولا بطبيعة الحال هي نحاول نرفع من مستوى الأداء السياسي على المستوى المحلي، أي بمعنى أنه الجهة ليست مجلس كالمجالس المحلية الأخرى، الجهة تختلف عن الجماعة وتختلف عن المجلس البلدي وعن المجلس الإقليمي، الجهة هي الجامعة، هي الشاملة لجميع المجالس المنتخبة الأخرى، الجهة هي التي تعطي الرؤية الاستراتيجية للجهة، الجهة هي التي تعطي أو تحدد أولويات التنمية وأولويات الإصلاح وأولويات الجانب الاجتماعي والتأطير أيضا، وتؤطر يعني الرؤية بصفة عامة. ولذلك أنا اليوم اللي جيتوني في واحد اليوم مهم وجد خاص، لأنه صادقنا في هذه العشية الحمد لله على برنامج التنمية الجهوية لجهة إقليمي موادون، وهو برنامج ويعطي خريطة الطريق للجهة على مدى 6 سنوات المقبلة، وهذا برنامج تنموي الجهوي أول مرة في تاريخ الجهات الحمد لله اللي كيكونوا برامج تنموية جهوية اللي كتعطي رؤية حقيقية، أولا كتعطي كيف ما كنقول خريطة. لماذا خريطة؟ لأن هذا البرنامج هو مبني على تدقيق مفصل لاحتياجات وحاجيات هذه الجهة، على خصوصيات الجهة، على ما يمكن أن نستثمر وما يمكن أن يعني نقوم به من أجل تطوير الجهة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الثقافي إلى غير ذلك. ولذلك كذلك لي أنا القيمة المضافة هي ليست فردية بل هي جماعية، كتجيبها السيدة رئيسة الجهة ولكن ليست بوحدها، كتجيبها هي مع جميع الأعضاء ومع المجتمع المدني، مع جميع مكونات
المجتمع الودنوني، وهذا هو اللي هذا هو كذا اللي الميثاق حقيقة خاص يكون نوع من واحد ميثاق ما بين المنتخبون والساكنة والإدارة باش نتفاهموا كاملين على شنو هو النموذج اللي بغينا لجهات إقليمية مودنا. الوضع السياسي مدبدب لأنه كيظهر لي الانتباه، لابد أن نثير الانتباه على نقطة واحدة اللي هي جد مهمة ولابد من سياسيا بصفة عامة أحزاب مكونات السياسية في المغرب، سواء الأحزاب كهيئات أو الأفراد كمنتخبون أو كمنتمون الأحزاب أو الهيئات أو على المستوى أيضا الجهوي وعلى المستوى المحلي، خصنا ننتبه لنقطة واحدة هي أنه الخطر في الممارسة السياسية إلا ما كانتش مؤطرة وإلا ما كانتش عندها واحد الهدف نبيل وإلا ما كانتش أيضا يعني كل هيئة تطرح القواعد ديال هذه الممارسة السياسية، الخطر في غياب قواعد الممارسة وفي غياب في بعض الأحيان نقاش سليم وفي غياب أيضا الرؤية بعيدة النظر، يعني رؤية استراتيجية، الخطر هو انعدام ثقة، وانعدام ثقة عند المواطنين عند الساكنة وعند المستثمرين، لأن أنا كنت أتكلم على جانبين كيبانوا لي مهمين، هو الجانب الاجتماعي وجانب الاقتصادي. وكذا لأن جميع الهيئات السياسية لابد أن يكون عندها هذا الهاجس، يمكن نختلفوا سياسيا في عدد من النقط ولكن لن نختلف أبدا على الجوهر، والجوهر هو أولا الوحدة الترابية، ثانيا هو التعبئة الجماعية من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في بلدنا، والنقطة الثالثة هو أنه تبقى دائما الثقة متواجدة. واليوم اللي كيحس في نفوسنا جميعا هو أنه كاين انعدام ثقة، كاين انعدام ثقة وكاين مؤشرات اللي كتبين هذا انعدام ثقة، ومع الأسف الخطاب السياسي والأجواء السياسية لا تساعد على يعني بناء ثقة وتكريسها، في حين أنه كان الحمد لله المغرب يعني تمكن من اجتياز مراحل سياسية مهمة، من اجتياز أيضا اضطرابات سياسية، كنذكر بخطاب صاحب جلالة نصر الله ديال 9 مارس 2011 اللي كان خطاب تاريخي جاء بعد حركة 20 فبراير وعطى واحد يعني عطى واحد دفعة كبيرة للإصلاحات، للتسريع بالإصلاحات في المغرب. كاين أيضا يعني واحد مراحل أخرى اللي عشناها في المغرب اللي كتبين أن الحمد لله المغرب عنده نضج سياسي جد كبير. بطبيعة الحال احنا خاص أيضا ما يمكنش لنا نفرقوا الصورة ديال السياسة في المغرب على ما يقع في العالم وفي المحيط الإقليمي، ولذلك لابد أن نبقى دائما حريصين على كيف ما قلت الثوابت اللي هي الأمن والاستقرار، الوحدة، وأنا نزيد حتى الثقة أيضا لأنها جد مهمة، خاصة تبقى في نطاق يعني ما يمكنش لنا، لا يمكن التلاعب بالثقة، لأنها في الأول والأخير هي اللي كتبني الأوطان ماشي حاجة ثانية. الدور ديال الأحزاب السياسية هو العمل في هذا الاتجاه، العمل من أجل الإنصات الساكنة، العمل من أجل أن تكون يعني البرامج ملائمة لانتظارات الساكنة، وخصوصا العمل من أجل التنزيل السليم، لأن المشكل ماشي في الخطابات في بعض الأحيان ولكن المشكل في التنزيل وفي أرض الواقع، ولذلك العمل كيبقى هو أحسن جواب على ما يقال وما يمكن أن يعني يفسر، والشعبوية اللي مع الأسف الشعبوية السياسية اللي كيديروها بعض الأحزاب واللي كيستعملوها واللي كتضرب في مصداقية الأشخاص والمؤسسات والأحزاب، واللي كتضرب أيضا في الاحترام في مبادئ الاحترام.
المغرب الحمد لله هو بلد دائما منفتح على جميع يعني الحركات الشعبية وجميع ما يقع في جميع جهات المغرب. كان تأسفوا يعني اللي كان هذاك الحراك، لأنه تم تسييسه بواحد الصفة يعني غير بطريقة غير سليمة وكذا وكذا، ولكن تنشكر صاحب الجلالة نصره الله وحكومة صاحب الجلالة وإذا الأحزاب السياسية على التعامل فهاد آنذاك، بحيث أنه شفنا واحد العدد من يعني لي زاكسيون، شفنا عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها، لأنه صاحب الجلالة يعطي أولوية كبيرة لجميع ربوع المملكة ولجهة لمنطقة الحسيمة، وهذا زعما التاريخ يعبر عن نفسه. شفنا عدد من زيارات الملكية، شفنا أيضا أولوية اللي تعطات، شفنا أيضا يعني الصورة ديال المنطقة السنوات الأخيرة كيف تغيرت بصفة جد إيجابية. بطبيعة الحال كيبقاو المطالب هي مطالب مشروعة، مطالب العمل، مطالب التشغيل، مطالب تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، وهذا مسألة يعني عادية عند جميع المغاربة في جميع أنحاء المملكة. مرة أخرى الخطير هو تسييس المطالب اللي هي اجتماعية، وراه كنشوفوا فين كتوصل هاد التسييس ديال المطالب الاجتماعية. وكيبقى دائما التواصل سواء مع الأحزاب أو مع يعني الهيئات الأخرى هو الأساس في حل هذه المشاكل الاجتماعية القائمة. هو رأيي في التعليم في المغرب رأيي هو كيظهر لي كاملين، المغاربه كامله كتشارك نفس الراي فيما يخص التعليم في المغرب. مع الاسف المغرب الحمد لله تقدم في عدد كبير من المجالات، ولكن كيبقى المشكل الوحيد ويعني المجال اللي ما تقدمناش فيه هو التعليم. ومع ذلك كاين هناك مجهودات كبيره، كنشوفوا بانه كاين اعتمادات يعني ميزانيات مهولة اللي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة من أجل الدفع بالتعليم، ولكن يمكن كان واحد الوقت الأولوية كانت تعطات لما هو بنية تحتية ولوجستيكية، والآن يلا بدينا كنعطوا الأولوية لما هو مهم وهو المادة الرمادية، أي ما سوف يعني محتويات التعليم لأولادنا. وحيي هنا يعني سواء المجلس الأعلى للتعليم أو وزارة التعليم أو السادة المنتخبون البرلمان بغرفته، لأنه وأيضا بطبيعة الحال جميع الأحزاب السياسية، لأن كان نقاش طويل وكبير على القانون الإطار للتعليم وتعطلنا مع الأسف، كان تأخير. هذا هو المشكل في التعليم، هو أنه المعضلة بين الجميع يعلم مشكل التعليم في المغرب، لأنه هو نتيجة تراكم مشاكل منذ بداية الثمانينات، احنا عارفينه مع الأسف، ولكن كنت أسفه أكثر للوقت الضائع. وقت الضائع، ضيعنا وقت طويل في المناقشة، في ومناقشة في بعض الأحيان غير سليمة، لأن مرة أخرى كيف ما قلت السياسة السياسوية تغلب على في بعض الأحيان على المصلحة العامة، وهذا غير سليم، وهذا هو اللي خص في حقيقة النخبة السياسية ديال المغرب تكون متفهمته، لأنه كيف ما قلت يمكن نختلفوا ألوان سياسية، ولكن كتبقى الروح الوطنية هي الأهم في هذا الشيء كله، المصلحة العامة هي الدولة. لا يعقل أن القانون الإطار تم إدراجه سنة 2015 وتم التصويت عليه سنة 2018. لا يعقل أنه من كنت تكلموا على القانون الإطار وكنت تكلموا على الانفتاح على لغات أجنبية، أنه غير كلمة لغات أجنبية تشكل هذا المشكل ونرجعوا في واحد عقدة اللي ليس لها أي يعني تفسير من غير يعني هذه المسائل هذه خصنا نجوزوها. إحنا بلد
مغربي عربي إفريقي إسلامي من دول البحر الأبيض المتوسط، يعني ليدونتيتي أو بطاقة التعريف ديال المملكة المغربية رجعت في الدستور المغربي، والدستور المغربي واضح في هذا الشأن، والتاريخ المغربي واضح في هذا الشأن، ولذلك لابد غير من التطبيق السليم. ونتمنى وإن شاء الله يعني كاين اليوم مجهودات كبيرة من أجل الدفع بالتعليم، النهوض بالتعليم، ماشي الدفع بالتعليم ولكن النهوض بالتعليم. أحيي المبادرة الوطنية للطفولة المبكرة اللي كاين اليوم الحمد لله، واحد المناظرات جهوية التي لقاءات جهوية الحمد لله تتم اليوم. كاين أيضا إرادة لتعميم الدراسة أو ما يسمى بالبريسكولير، التعليم الأولي، تعميم التعليم الأولي في جميع أنحاء المملكة، وهذا جد مهم. لابد من العمل على البيداغوجية، لابد من العمل أيضا على تكوين المعلمين والأساتذة، يعني لابد من العمل أيضا على تحيين والرفع من مستوى المقررات الدراسية. بغينا نرجع للتعليم العمومي، يعني هذيك القوة ديالو. احنا انا كنت في التعليم العمومي وعدد من الاخوان ايضا، وانا ذاك كان التعليم العمومي اقوى وصورة ايجابية. اللي كان كيمشي للتعليم الخاص كانوا الناس اللي يعني كانوا التلاميذ اللي عندهم ضعف في القدرات. الرسالة لساكنة قليمي موادنون هو أنه نتمنى أن نساهم في إعادة الثقة عند الساكنة من أجل بناء غد أفضل في الجهة، لأن هذه الجهة تستاهل مجهودات كبرى ومجهودات أكبر. هذه جهة قليمي موادنون هي في حاجة كبيرة للاشتغال، لم تأخذ حقها بعد حقيقة، ولا بد أن تأخذه إن شاء الله، ولكن هذا غادي يكون بمجهود يعني بجمع مجهودات الجميع وأيضا بثقة المواطنات والمواطنين. نتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم، والعمل هو اللي غادي يتكلم ماشي حاجة ثانية، وبغينا الناس تشتغل وحنا معاهم كنعاونهم. وشكرا.